السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ حياكم الله في قناة S8Tuber، واليوم جايبين مقطع مختلف جدا عن الألعاب، وهو طريقة تنظيف الجيمين كيبورد وبرضو التخفيض اللي هو صوت الجيمين كيبورد. طبعا عندك أدوات تحتاجها علشان تنظف الكيبورد، مثل ما واضح فيه أخبار، وحنا كلنا طبعا عايشين بالدول العربية، وخلنا نقول بالأخص السعودية، والجو غبار غالبا، فقطع تحتاجها للتنظيف القطعة هذه علشان تسحب اللي هو الأزرار ويطلع معك الزر على طول. ممتاز. وبرضه أنت تحتاج اللي هو داستر، طبعا هذا تحصله في جرير، اللي هو مش مهمته بس ينطلع لك هواء، اللي هو لتنظيف الإلكترونيات بشكل عام. حلو، نقول بسم الله. طيب الحين نجرب اللي هو الأرقام بدون المطاط، واللي هو الأسهم مع المطاط موجود فيها، ونبي نشوف الفرق. إن شاء الله يكون الصوت واضح، تعرف إنه على طول، تعرف إنه جيمينج كيبورد ميكانيكال، عفوا. هنا فيه المطاط، صوته مو بواضح مرة. هنا ما في مطاط، فاللي احيانا يزعج الصوت العالي وهو يسجل اكيد بيفضل الصوت هذا على طول، كان مكتوم الصوت شوي. هذا كله بفضل اللي هو المطاط الصغير، هذا القطعة الصغيرة تجي في، راح احطها في تحت في الرابط في ديسكريبشن، علشان اللي يبغى يطلبها من امازون او من اي الموقع اللي بحطها فيه يطلبها، لانه يجي معها برضو الفرشات عشان تنظف الكيبورد، ويجي معها برضو اللي هو اللي يطلع لك الازرار، لانه غلط انك تسحبها كذا سحب، ما ينفع سحب، ممكن تعور السنن نفسها، لكن هذه طريقتها يعني شوي ميكانيكال، يعني على طول طلعها، على طول يطلعها لك. ف هذا هو مقطعنا اليوم يا شباب، اللي يبغى ينظف كيبورده
هذه أنا أشوفها أفضل صراحة طريقة لتنظيف الكيبورد، إلا إذا كان بيطلع الأزرار كلها وبيجي وبيفصلها عن الكهرباء. أهم شيء إنك تفصل عن الكهرباء، لأنه شغال أنا عندي الكيبورد، تفصل عن الكهرباء وتجيب لك منشفة فيها موية وتمسح على المناطق هذه الصعبة، تمسحها بالمنشفة فيها موية، وبعد كده تنتظر لين ينشف من الموية، بعدين تشغله عشان ما يحصل عندك التماس اللي هو بالموية والكهرباء. وإن شاء الله أنكم استفدتوا يا شباب من المقطع. كان معكم صالح من قناة SATuber. لا تنسونا باللايك وشير وسبسكرايب. انتظرونا في مقطع ثاني، نشوفكم على خير.